إلى بوسم الطيبة، ومعروف جدا هذا المهرجان، والدليل على أن المشاركات التي نتلقاها يعني كثيرة وكثيرة جدا. مجيد سادتي المدير الفني للمهرجان الدولي لفن الفيديو. الآن في أسبوع القادم سنحتفي بالدورة 25 لهذا المهرجان، وهو مهرجان تأسس منذ 1993، مهرجان يقدم كل الجديد فيما يخص الفنون وفي علاقتها بالتكنولوجيات الرقمية. طبعا هذه السنة تم التركيز بشكل كبير على الواقع الافتراضي، الواقع المعزز، والواقع ايضا المختلط، يعني رياليتي اميرسيف، رياليتي فيرتوال، رياليتي اوغمونتي، اي رياليتي ميكست، طبعا بالإضافة إلى البرنامج العادي للمهرجان وهو الرقص المعاصر والفنون الرقمية، التنصيبات الفنية، يعني لي زانستالاسيون بطبيعة الحال، لي بيرفورمانس اوسي، يعني المنجزات الفنية توسكي بيرفورمانس، ثم الموسيقى والفنون الرقمية، بالإضافة إلى الورشات التكوينية وأيضا محاضرات حول الواقع الافتراضي والواقع المعزز، إضافة إلى بطبيعة الحال دي ماستر كلاس لفائدة الطلبة. إذن هذا هو البرنامج العام للمهرجان. طبيعة الحال هاد السنة كاين أولا فاتحين على ليكول دي بوزار، غادي يكون ورشات، كاين أيضا كلية جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، أيضا غيكون برنامج، وبطبيعة الحال بالنسبة لكلية عين الشوق وبعض الكليات هما تيجوا أساسا يحضروا الورشات اللي تتكون في الكلية، وأيضا جميع لأن المهرجان هو في حقيقة الدار البيضاء مفتوح لجميع الطلبة، مفتوح لجميع الطلبة بدون استثناء، وأيضا للفنان الشباب ولعموم الجمهور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.